السلام عليكم. ألو، عليكم السلام والرحمة. تحياتنا إليك وست نور اللي منورة الشاشة. وأكيد تحياتنا إليك. تحياتنا إليك أني ونور. من وياي؟ وياكم. أنا أجي عتب على ست نور أول مرة وبعدين أدخل بالبرنامج. تمام، يلا عاتب عيني عاتب. أنا عمار من ديالي، قبل فترة اتصلت وقلت أتواصل ويا ست نور وما تواصلت وياي الصراحة، يعني احنا نعتذر، يجوز عمار يعني بالنيابة راح اجاوبك عن نور، يجوز الكنترول ما حجزه رقمك حتى ينطوها رقمك حتى تتواصل وياك اذا كان في موضوع. والله والله يعني الله يسعد، يعني خاف يعني تفسر غير امور، بس يعني مجرد جميل ان هذه شاء الله الاسئله. ان شاء الله. عمار، عرفت اليوم على شنو نحكي؟ باف ام ولا لا؟ على مود الانتحار الكويتي في نعم. الكويت. انت كشاب، شنو كان ردة فعلك من شفت الفيديو اللي انتشر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص البنية اللي كانت منتظرة زوجها وصورت الشخص اللي تحرش بيها ونشرته؟ والله انا سعيد صراحه، حسيت انعزال لغيره. زين، صاير في يوم قدامك موقف بالشارع او والله بدائرة؟ انا قبل فتره سوق بغداد الجديده، اي يعني صعدت احدى السيارات من بغداد الجديده لمنطقه المسجد، صعدت امراه يعني متوسطه بالعمر، نعم يعني واحد من الشباب او هم يعني قام يدب كلمات، يعني حاكيت وياه قال لي اختك امك تصير منها، قلت له مو، قلت هذا الحكي ما يصير عيب. صح. اول شيء هو باص اخر يعني شيء بيناسه هوايه اكيد، يعني فعيب انه واحد يتصرف ايش تصرف. طبعا اي نعم. اخر شيء سلمت للشرطه، هم الشرطه وانا والمره سلمناها للشرطه وخذوا القانون اخذ مجرى. عاشت ايدك، وهذا الاجراء الصح طبعا، اي وحتى يكون له درس وعبره انه ما يكرر الموضوع. زين، انت شنو صح. الرساله او شنو المسج اللي حاب توصله للرجال اللي عندهم هذه الحاله او هذا المرض، مرض التحرش، شنو حاب شوف، تقول لهم؟ احنا نكون منصفين حتى لا نكون ظالمين للرجال ولا نكون ظالمين للنساء. طبعا اكيد احنا مع الكل. حتى النساء هي تتحرك في الرجال، والرجال هي تتحرك في النساء موجوده. بس اكيد الاغلبيه الرجال، يعني اكيد.